القرآن الكريم بالدار البيضاء التقاه حسن زكي وأحمد الحمري، وأعد الربورتاج التالي. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. قرأه فأحسن قرآنه تلاوة متميزة للقارئ المغربي أحمد عشيري، استحسنها الحكام كما الحاضرون في فعاليات النسخة التاسعة لجائزة الخرطوم الدولية لحفظ وتفسير وترتيل القرآن الكريم، مما خول له استحقاق المرتبة الأولى أمام 73 قارئا ينتمون لأزيد من 50 بلدا شاركوا في هذه المسابقة. كانت منافسة قوية جدا، بحيث أن 18 متسابق لم يخطئ ولا خطأ، فكان الفارق هو الأداء. فاللجنة عندها تقريبا 4 معايير، منها المعيار الأول الحفظ، ثم الأداء، ثم قواعد التجويد. فكان الفارق في الأداء، وكل المتسابقين حازوا على كل المتسابقين تقريبا الدرجة اللي كانت عندهم فوق من 98. الحمد لله أنا كانت الدرجة ديالي 99.31. السي أحمد من خيرة الشباب، والحمد لله فرح تقريبا العائلة وفرح الأصدقاء وفرح المغاربة كاملين بهذا الفوز. طلب الله سبحانه وتعالى أنه يزيد يستمر ويزيد يكون إن شاء الله من المتفوقين في القرآن الكريم. أحمد عشيري وكباقي رفاقه بمنطقة الحي المحمدية حفظ أولى آياته بهذا الكتاب القرآني على يد شيخه السيد المختار شمسي، حيث تمكن في سن متقدمة من ختم القرآن الكريم والتمكن من تفسيره وقواعد تجويده. كتاب كان له الفضل في تخرج العديد من القراء وحفظة كتاب الله عز وجل. الحمد لله الدور ديال هذه الكتاتيب أنه يخرجوا قراء في مستوى، الحمد لله، ومن بينهم السي أحمد عشيري الحمد لله فاز بجائزة السودان الدولية وكذلك بجائزة محمد السادس هذه السنة. هنيئا لنا بهذا الفوز وهنيئا للمغاربة جميعا، وهذا الفوز نهديه إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، دائما يشجع هذا الكتاب ويشجع يستقبل الطلب دياله ويستقبل القراء دياله. الحمد لله نصره الله أن يطيل في عمره وأن يبارك لنا فيه. ويبقى أحمد عشيري واحدا من بين ثلة من الشباب المغاربة الذين تبوأوا مكانة مرموقة ومثلوا المغرب في المحافل الدولية والمسابقات القرآنية العالمية، وأسهموا بفاعلية في إطراء التنافس.